ايه يا بنتي الهبل ده؟ بتحرضي جوزك يتجوز عليكي؟ عرفتي منين؟ كنت بتصنط عليكم. طب ونعم الكلام ده ما يرضي ربنا، لو عطى لا يمكن كنت خليه يعمل كده ابدا. يا بنتي انا اتاكدت انها واحده بايره ومحدش طايق يبص في خلقتها. خلاص طالما اتاكدتي تمام. يا درويش وادي يا دودو يا حبيب بابا. درويش. ايوه يا ما تيجي اقعد سلم على عروستك. ما قلت لك يابا اني مش هتجوز. دي وحشتني يا ابن عم. الغيبة الطويلة دي هي دي البايرة؟ أمال دول يبقوا إيه؟ وحشتني يا بنت عمي يا جاية. اطلب لنا يابا المأذون خلي عمي يرتاح في تربيته. دي هيرتاح آخر راحة. تبقى مكسوفه ولا إيه يا بنت يا باينة؟ أنتوا ياما لعبتوا مع بعض في الغيط وأنتوا صغار. لا مكسوفه ده إيه بقى؟ افتح اطلع لي هنا دلوقتي حالا. مش وقتك خالص يا بنت يا نجفي. أما خدي نجفي علقيها جوه. طب بالاذن خمسه يا بنت عمي. والنبي يابا لو اتاخرت فوق ابقى شقر عليا. في حاجه ولا ايه؟ في حاجه. على جثتي انك تتجوزها يا عزمي. اشجان انا لازم اتجوزها. انت عايز العمليه تبوظ. انت عايز تتجوز عليا يا عزمي؟ يا بنتي ده تمثيل وده مش اسمي الحقيقي ولا ده شنبي الحقيقي. حتى لو ده تمثيل انا مستحيل استحمل يعني انك تتجوز عليا ولا حتى افكر في الفكره نفسها. يا حبيبتي انت قلقانه منها. دي بايره. بايره؟ دي طلعت بايره على حل شعرها. اشجان لازم تفتكر كلام نيفين كويس. لازم نفرق بين الشغل وبين العواطف. الله يخرب بيت نيفين اللي ورانا ورانا وتخرب علينا حياتنا دي.